بيت ما عندنا زرع في البيت الا هني طاطا معصبه طريه الاكل. شوفوا بس عندنا زرع هني وعندنا هني، فاحمد يبى يحط هني كامل يسوي كذي حديقه، يعني نشل الكاشي هذا ونسوي كذي قاعده وحديقه وشي. فالحين بنروح محل في ند الحمر، هما كذي يسوون قعدات ويلسات وحدايق ونوافير، بنشوف شو عندهم. طبعا شوفوا هذا المحل في ند الحمر اسمه دوكون، موجود حتى في جوجل ماب. هذا انا قلت لكم اني جايين هني، هذا المحل ديكون لاندسكيبس، هو متخصص في تصميم الحدائق الخارجية. وايد روعة المحل، وايد روعة المحل. الحين براويكم المحل من داخل، بس اول شيء براويكم هذه الشاحنة. تخيلوا ان هذا اذا انتم عندكم مساحة كبيرة، حديقة كبيرة، بيت كبير، ما في داعي تون المحل، تقدرون تطلبونه لعندكم في البيت، يجون عندكم مجانا لين البيت، يراونكم شو الأرضيات اللي عندهم، شو التصاميم اللي عندهم. شوفوا طبعا هذا الانترك الحديث، مش نفس القديم اللي كانوا يستخدمونه. براويكم القديم، هذا الجديد. شوفوا يجون لين عندكم على البيت، هذا كله تصميمهم ويصممون. إذا أنتم عندكم بيت كبير، مساحة كبيرة، تبون تصممون حديقة كاملة مع القعدة، مع الفاير بليس، مع النوافير، مع الأرضية، مع المظلة، مع كل شيء، مع الزرع، مع كل شيء، هم يجون لين عندكم يأخذون المساحة ويسووا لكم التصميم ويرتبوا لكم كل شيء. شوفوا حسب ميزانيتكم، يعني أسعارهم جدا مناسبة، ويصمموا لكم اللي تبونه حسب الميزانية مالتكم. شوفوا هذه القاعدة شحلاتها، تحطون نار هني في النص، شوفوا كيف هذا كله تصميمهم وشغلهم. هذه الشاحنة توصل للبيت، خصوصا حق مثلا الرجال الكبار ما يقدرون يمشون، الأبو والأم ما يقدرون يطلعون، هم يجونكم لين البيت، تشوفون كل شيء. وممكن حتى إذا مشاريع كبيرة أو قصر، هني الديزاينر يكون قاعد ويسوي لكم التصميم نفس الوقت. شوفوا هذا كله شغلهم. الآن شوفوا هذا هو المحل، ينن بتتخبلون جد، ترتيبهم روعة. أول شيء هذا هو الانترك القديم، في بعض البيوت يطلبون هذا الانترك القديم، فعادي ما عندهم مانع يسوي لكم إياه، لأنهم أساسا مصنع، يعني هذا كله مالهم شغلهم. شوفوا هذا شحلاته، شوفوا هذا شحلاته، هذا مستحيل يخترب مع الشمس والمطر. هذا ب 18,000 ينن. شو هاي القاعدة، هاي القاعدة، الكرسي طبعا يستوي القاعدة هذه يستوي تسوونها شوي نازلة شوي مرتفعة، بمسند من غير مسند، لأن قلت لكم هذا كله ترتيبهم هني. وهذا هني يحطون النار، يستوي تحطونه تسوونه أعلى، تسوونه نازل أكثر، تسوونه بغطاء، تسوونه بقفل، عشان لهال أنتوا تقررون شنو تبون بالضبط. أي حد يبى يعرف سعر أي شيء، سووا كابتشر وتواصلوا عن طريق التلفون. شوفوا هاي الديكورات كلها رخام، الأسعار تبدي تقريبا من 4-5 آلاف وطالع لين 15,000. هذيلا هذيلا ديزاينات كذي رخام، شوفوا نفس هذا الديزاين اللي هناك، نفس هذا، هذيلا ديزاينات تكون حق حدايق رخام. ممكن تشوفون عندهم يصمموا لكم كذي هاي القاعدة. المظلات هذه تكون تقريبا 1500 متر مربع، يعني هذا مساحته 3×5 متر، يطلع ب 15,000 تقريبا المظلة. طبعا عندهم ديزاينات ثانية بس مو بهم اللي يسوونه، طبعا انهم مصنع متخصص في الانترلوك الحديث اللي هو هذا الانترلوك الحديث. شوفوا هالقعدة الرخام، الطاولة مع الكراسي، بس الطاولة مع الكراسي قيمتها 6,000 درهم اتينن. ممكن يسووا لكم الإضاءة بالطريقة اللي أنتم تبونها، عندهم هاي الإضاءات، وعندهم الإضاءات اللي تشتغل على الطاقة الشمسية بعد، تكون أصغر حتى يحفرونها داخل الانترلوك الحديد. ممكن تختارون أنتم مكان الإضاءة على الدرج ولا في الأرض ولا كذي بين الحشيش. شوفوا هذا كله أهم يرتبوا لكم إياه مع الزراعة كذي. عندهم هذيلا المزهريات الكبيرة حق الزرع،
الأسعار 400-500 كذي. هذه الزراعة اللي تحطونها داخل البيت بعد عندهم للبيع، يعني 400-500 أتوقع. هذا قال لي ب600 درهم الزرع مع الشيرة، هذا يطلع 750 تقريبا الزرع مع الشيرة. هذه لما داخل حدائق يعني داخل البيت، اللي يحبون يحطون أشجار داخل البيت، وعندهم أيضا للحدائق الخارجية هم يرتبوا لكم. شوفوا هذا كامل يسووا لكم إياه ب15,000 حق الباربيكيو. شوفوا هني، هذا طبعا عادي تفتحونه ويتنظف. شوفوا ايش كبره كذي، جاي على حرف ال. طبعا اذا ما تبون كذي كامل ممكن تسوون بس كذي هاي القطعه، السعر طبعا بيكون اقل، بس هذا كامل كذي مع المغسله تسوونه حق حديقه البيت حق الباربيكيو ب15,000 درهم. وهذا الباربيكيو اينن، هذا بعد جايبينه من برا، وايد عجيب. ويحسب لكم كم الحراره هني تحطونه تطبخون. شوفوا روعة روعة روعة. هذا سعره 8560. طبعا شوفوا هاي القاعدة اللي تينن. عندهم نوافير، طبعا النوافير أسعارها كذي تقريبا 2500 درهم. هاي القطعة قلت لكم أسعارهم، هذه كلها رخام 5000. هاي القاعدة تخبلنا عليها، هاي القاعدة كذي 1 2 3 4 5 6 7 كراسي مع الطاولة تقريبا 15,000 مع هذا، مع هذا. هذا نفس النوع اللي يستخدمونه في اليخوت اللي الأسفنج ما يمتص الماء، ووتر بروف، ما يباله تنظيف كل ما ينزل مطر. هذا ب15,000. لكن في ناس يأخذون بس كذي، شوفوا بربيكم، وي في ناس بس يأخذون هالقطعة كذي، وهم من عندهم يحطون المخدات. هذا الكرسي الواحد 500 درهم، يعني اليلسة كاملة من غير الكوشنات ب3800 مع الطاولة، الطاولة ب3. في البداية هم لما يكون عندهم المساحات الصحيحة ترسم كذي بإيدها رسمة بسيطة، هذا مدخل البيت، هني البيت، هني ما بيشتغلون لأن هني مكان باركينج السيارات، مدخل الباركينج، فهم طالبين الحديقة كذي on the side على هاي الجهة. شوفوا يرفعون الصورة لهاي الطريقة تستوي 3D بس استل رسمة، بعدين تراوينهم كذي. أوكي شوفوا هذا ترتيب الحديقة يكون من فوق، الممر مع الأشجار مع الحجر مع الانترلوك الحديث مع هاي القعدة. هذا مكان الشوي، واو شوفوا سوينج باربيكيو، وهاي القعدة اللي توني صورت لكم إياها. أوكي وبعدين ممكن أعمل لك زوم وأدخل جوا الممر. أوكي طبعا هذا مو بيتي، بس لان بيتي بياخذ وقت لما يصممونه، فهذا تصميم اوريدي موجود عندهم. واو, واو, واو.